يبقى احنا كده بفضل الله انتهينا من هذا الكورس، وهناك العديد ايضا على صفحتي على موقع سكيل شير العديد من الكورسات لشرح وتصميم بعض المنتجات. في ايضا كورس للانيميشن ببرنامج بلندر، في كورس لتصميم المنتجات باستخدام بلندر، وهناك العديد من الكورسات للانيميشن وتصميم الفيديوهات. اذا كان هناك اي سؤال او استفسار ممكن المراسل على الايميل angelstudio2@gmail.com. ايضا اذا كان هناك اي استفسار ممكن ارسال الاسئله في صفحه التعليقات الخاصه بهذا الكورس. والى اللقاء في كورس قادم باذن الله تعالى.